استقبال مريم رجوي الدكتور رياض ياسين سفير جمهورية اليمن في فرنسا وزير الخارجية اليمني السابق. استقبلت مريم رجوي يوم الأربعاء 31 من يناير عام 2018 في مقر إقامتها في أور سرواز الدكتور رياض ياسين سفير جمهورية اليمن في فرنسا وزير الخارجية والصحة السابقين. وأكد السفير اليمني في اللقاء دعم اليمن حكومة وشعبا للانتفاضة الشجاعة للشعب الإيراني ضد ديكتاتورية الملالي، وقدم شكره للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على مواقفه ضد سياسة نظام ولاية الفقيه لتصدير الرجعية والإرهاب وتدخله العدواني في دول المنطقة منها اليمن، وقال إن انتصار المقاومة لا يجلب للشعب الإيراني الحرية والتقدم فقط، وإنما يبشر بالسلام والصداقة في المنطقة وخلاص الدول الإسلامية من شر النظام. وتقدمت السيدة رجوي بشكرها على تضامن الحكومة والشعب اليمنيين مع انتفاضة الشعب الإيراني الضايق ذرعا، حيث اجتاحت بسرعة 142 مدينة وطوت أسطورة اقتدار النظام، وأثبتت عزيمة الشعب الإيراني لإسقاط الدكتاتورية البائدة غير المشروعة الحاكمة في إيران. وإذ نوهت بمواقف المقاومة الإيرانية على مدى 3 عقود مضت بوجه السياسات العدوانية والتدخلية لنظام الملال الإرهابية، وقالت إن هذه التدخلات تأتي بهدف حفظ سلطة نظام غير مشروع بقي على الحكم بممارسة القمع والإعدام وبالاعتماد على تصدير الأزمات إلى خارج الحدود. كما دانت تدخلات نظام الملال في اليمن ونواياه الشريرة ضد الشعب اليمني، والتي تأتي في خرق سافر لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، مؤكدة ضرورة إبداء المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إبداء الصرامة والحزم تجاه هذا النظام العدواني.